لاقت مخرجات قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر ترحيبا من طرفي الأزمة وسط مطالب بضرورة بدء حوار سياسي وتوحيد المبادرات. يأتي هذا في ظل مواصلة مصر لدورها التاريخي في محاولة إيجاد حلول لأزمات القارة الإفريقية ورفع المعاناة عن الأشقاء. انطلاقا من دورها الريادي ومسؤوليتها التاريخية تجاه الأشقاء في القارة الإفريقية، جاءت دعوة مصر لمؤتمر قمة دول جوار السودان، وذلك حرصا من القاهرة على صياغة رؤية مشتركة واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق. المؤتمر الهام الذي استضافته مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء بحضور رؤساء دول وحكومات جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان، وبحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية في محاولة لإنهاء معاناة السودان وشعبه. المشاركون في المؤتمر توافقوا في البيان الختامي على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، مناشدين الأطراف المتحاربة وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات. الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات. 2. التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة بما يعوق جهود احتوائها ويطيل من أمدها. وأكد البيان أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها أو تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها. كما تم الاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية. كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في البيان الختامي تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، تعنى بوضع خطة عمل تنفيذية لوضع حلول عملية للتوصل لحل شامل للأزمة السودانية. التأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار. 8. الاتفاق على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد، وذلك لاتخاذ ما يلي: وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة في تكاملية مع الآليات القائمة بما فيها الإيجاد والاتحاد الإفريقي. تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار. وهكذا تواصل مصر دائما لعب دورها التاريخي في محاولة إيجاد حلول لمشاكل القارة الإفريقية ورفع المعاناة عن الأشقاء، اعتمادا على ثقلها بين الأشقاء في إفريقيا وأهميتها الإقليمية والدولية. We'll be right back.